ماشي وين يوم الجمعة حسن كمان هضرتش سارة بالله شكرا على المتابعة اختي العزيزة اخوان صافي غادي نهبط اللايف غادي نمشي ندير انا شي فطور بحالي بحال الاخوان وغادي نشوفكم من بعد ان شاء الله ولا الظاهرة اختي ظاهرة ولكن دابا شوف المشكل فين كاين اختي العزيزة كاين في الوالدين الصراحة انا كنتمنى الوالدين يحاولوا يربي الوليد احسن ربيهم على عزة نفسك يعني يكونوا عزة نفس ماشيش ربيهم بغير الفلوس راه هذيك هي اخيب حاجه اخ انت مرضي لا تسمي الفلوس انت مصرف ما كاينش فلوس هذاك الشيء راه هو اللي كيزيد كيجعل واحد الدري ولا بنت كدير شي حوايج كتسمح في راسها غير باش تجيب الفلوس عيب عليك